أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم حلقة جديدة و90 دقيقة. اسمحوا لي أقدم حلقة الليلة أو الإنترو بس بتاع حلقة الليلة بالنيابة عن زميلي العزيز معتز الدمرداش وإن شاء الله هيكون معاكم من يوم السبت. النهاردة وزير التعليم أعلن مجموعة من القرارات المهمة جدا لكل بيت في مصر، اعتبار الصف السادس نقل مش شهادة، والغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائي والأول والثاني والثالث، والإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي لحين الاستقرار والمناقشة المجتمعية للنظام الجديد، والرسم والكمبيوتر خارج المجموع لكل الصفوف. تعالوا نشوف مع بعض الوزير قال إيه في الفيديو اللي جاي ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. الصف السادس الابتدائي مش عايز الكلام المكتوب، يعني احكام المادة كذا كذا وقانون التعليم كده، لما القرار الجديد ان احنا هنعتبر الصف السادس الابتدائي سنه نقل عاديه، مش هنلغي سنه سته، سنه سته زي ما هي بس بدل ما تبقى شهاده تبقى سنه نقل عاديه. الاختلاف الوحيد عن سنه خمسه ابتدائي ان تصحيح الامتحان اللي بيتم على مستوى الاداره هيكون عن طريق معلمين من مدارس غير مدارس الطلاب عشان نضمن كيفيه الامتحان. أنا كده هتبقى سنة نقل عادية. ده لوحده خد ساعات من أولياء الأمور. عموما اكيد كل البيوت في مصر بتتمنى النظر في موضوع نظام الثانوية العامة الحالي. معانا على التليفون دكتور طارق شوقي وزير التعليم. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا بحضرتك يا فندم، نستسمح حضرتك في شرح من سيادتك للقرارات اللي اتخذت النهارده. والله احنا اتكلمنا في كثير من الموضوعات، كان عندنا الهدف المؤتمر اللي استمر الحقيقه يمكن ثلاث ساعات، ان كان بنرد على تخوفات الناس وعلى اسئلتهم، سواء كانوا مجموعات المعلمين من ناحيه او اولياء الامور او الطلبه نفسهم. حصل جدل كبير جدا عن حاجات كتير، فكان بنحاول نديلهم المعلومات الصحيحه وفي نفس الوقت نقول لهم احنا شغالين في ايه، لانه يمكن الناس محبطه منذ عهود كثيره مش مصدقه ان في تقدم على الارض، فكنا بنحاول نوريهم. وسياده الرئيس كان يعني طلب مننا ان احنا نشارك الناس اكتر في اللي بيحصل، يعني برضو نبقى مع بعض كده ونشجع بعض واحنا بنتحرك لقدام. فيعني ده كان المحتوى العام. معرفش في مجموعات قرارات يعني حكيتك محتوى. لا، هو حضرتك عارف الموضوع اللي يهم الناس قوي، حكايه السته ابتدائي اتلغت كذا مره ورجعت واتلغت ورجعت ان هي كشهاده. لا، احنا ما لغيناش سنه سته، احنا بس ما خليناهاش شهاده. الاختلاف البسيط انه بعد يعني ده مش قررنا نشيله ونحطه يعني. لا، هو موضوع يعني الاطفال عموما احنا عندنا مشكله فلسفيه مع الضغط على الاطفال بهذا من الاختبارات وكده، وزي ما بنقول دايما عاوزين التعليم يبقى متعه وكده، فلازم نبتدي من السن الصغير، فتقليل المناهج وتقليل الامتحانات واستبدالها بمهارات اخرى تهمنا اكتر. حرام يعني نعمل فيهم كده، فبالتالي شيء منطقي الشهاده الابتدائيه ما حدش تعليمه بيتوقف دلوقتي في هذه المرحله ابدا. تمام. المصاريف اللي بتصرف على هذه الشهاده مالهاش حقيقه تفسير قوي، فهنعملها كاي صف نقل عادي زي خمسه ابتدائي او كده. الاختلاف الوحيد بس هنمتحنها بمعلمين من نفس الاداره بس من مدرسه ثانيه. تمام، عشان ما يبقاش في ضغط عصبي. طب يعني ايه يا فندم الغاء امتحانات الصفوف الثلاثه الاولى، اولى وثانيه وثالثه ابتدائي؟ لا، دي نقل عادي؟ يعني لا، دي معلومه الصحفيين اخطاوا فيها. اوكي. او اتنقلت غلط، احنا بنقلل الامتحانات بس لسه يعني الغائها ده في نظام التعليم المتوقع السنه اللي بعديها. تمام. انما في الولاد الموجودين في النظام الحالي يعني هتبقى زي ما هي، بس كل الاهداف بتاعتنا نقلل الضغط عليهم. ده هدف نبيل وجميل يا فندم، بنشكر حضرتك جدا ونتمنى ان احنا يكون في دايما قرارات كده تسعد البيوت المصريه. شكرا يا فندم، بنشكر حضرتك. تاني خبر عندنا عن هند عبد الستار، اول بنت في مصر تحصل على حكم 5 سنوات سجن مشدد ضد متحرش. هند قالت بعد الحكم: والدي قال لي اعملي اللي انت عايزاه ومحدش قال لي اتنازلي، مع انها تعرضت لمضايقات كثيره من اهل المتحرش لكنها لم تخجل من نشر قصتها لتشجيع غيرها. مساء الخير يا هند. نور. اهلا بيكي، معلش تعالي صوتك يا هند بعد اذنك.
سامعيني كده كويس؟ ايوه كده تمام. تمام هند جداً. انت مساعد مخرج وصاحبه قضيه، يعني الحقيقه احنا يعني كتير جدا من البنات والسيدات فخورين بان انت استمرتي في القضيه وصممتي ان انت تاخدي حقك. الحمد لله. طب في البدايه عايزينك تفكرينا بالقضيه كده في السريع كده. طيب هي ده كان يوم 2/9/2016، كان 10:10 بالليل. انا ماشيه في شارع في حلوان وسمعت صوت مزيكا جايه من ورا، ببص لقيت توك توك جاي، فبحاول ابعد لاني انا حاسه ان هو بياخد اتجاه اللي انا موجوده فيه. فراح هو كمان غير اتجاهه مع تغيير اتجاهي، يعني انا كنت في الشمال ورايحه على اليمين، هو ساعتها غير الدركشون بتاع التوك توك، معرفش اسمه دركشون ولا اسمه ايه، وجي ناحيه اليمين. فبطلع الرصيف بسرعه، كان هو اوريدي طلع نص جسمه ولمسني وانا بطلع الرصيف. اوف. بس في ميزه بقى ان لمسك ومشي ولا لمسك ووقف؟ ومشي. ماما اكيد استحاله مش هيقف. بس يعني أكيد مشي. جبتيه ازاي بقى بعد كده؟ ما لسه كنت هحكي لحضرتك. التكاتك في حلوان وفي بعض المناطق بيبقى عليها ارقام علشان فكره السرقه والخطف الناس تقدر تبلغ وتاخد حقها. طبعا حفظت رقم التوك توك، وكان حظي ان انا اوريدي شفت وش الولد وانا بعدي. ورقم التوك توك حفظته لانه كان مكتوب بخط عريض قوي ولونه كان ابيض واضح. فحفظت الرقم وعملت بلاغ بالرقم ده، وفي ساعتها بعد كام ساعه كان الولد موجود في القسم. تمام. واضح من الصوره يا هند ان انت محجبه. بالظبط. يعني ما نقدرش زي ما ناس كتير جدا يقولوا دي عشان كانت لابسه قصير او كانت لابسه ضيق او كانت لابسه محزق. بيتقال يعني انا كميه الناس اللي على الفيسبوك اللي نازله عماله تشتم فيا وتشتم وتقول ايه البجاحه اللي انت فيها، ما هو انت تلاقيكي كنت لابسه ملفت. الغريب في الموضوع ان الصور اللي منتشره صور ميديم، يعني مش لونج، مش جايبه لبسي كله عامل ازاي. لا وهي حتى لو ميديم يا حبيبتي ولو كلوز، انت واضح ان انت لابسه طرحه، فواضح ان انت محجبه. فهم مصممين الناس اللي عماله تشتم، والغريب ان في بنات كمان. ما هي دي، هي دي، انا ما بقتش فاهماهم ازاي في بنت بتشتم وانا يعني كاني بدي رساله للبنات بالموضوع ده. وفي الاخر الاقي نفسي بتشتم، اتشتم انا وناس يعني. الاقي حد يقول لي هو انت فخوره بايه؟ فانا مش فخوره بحاجه، انا بني ادم تعرضت لاذى على فكره. وفي حاجه ثانيه، لان الناس فاكره ان انا بعمل الموضوع ده شو اعلاني، انا عماله ارفض. شو اعلامي ليه؟ علشان توصلي لايه في الاخر يعني؟ مش فاهمه، مش فاهمه. انا الحمد لله بشتغل من وانا عندي 18 سنه. ومش ده اللي هيشغلك اكيد لو انت عامله قضيه زي دي، مش هو ده اللي هيشغلك. وانا اخرجت افلام قصيره وكنت بدخل مهرجانات، فكان بيتعمل معايا انترفيوهات كاني، لاني في الوقت ده كنت اصغر مخرجه. طب هند، انا عايزه اسالك عن يعني انت سمعت ان في اهل المتحرش كانوا بيحاولوا يهددوكي بحاجه، هل كان في مكالمات منهم ليكي؟ ما كانتش اللي هي دايركت انا، بس كانت بتبقى من خلال اخويا او من خلال مثلا المحامي او من خلال حد من قرايبي. ان هم في مره من المرات جم تحت البيت وبداوا عايزين يطلعوا بالعافيه، الباب كنت انا منبهه عليه. لاني وقت الواقعه نفسها كنت انا، بابا كان مسافر وانا كنت لوحدي. فنبهت ان مفيش اي حد يطلع خالص، فلما البواب منعهم بداوا يقعدوا تحت البيت ويشتموا ويدعوا وفاهم قذره جدا. هم اللي بيدعوا. فوقتها عملت عدم تعرض. بالظبط كده. رجعوا بدا بالظبط، بل هم طيب شوفي انت عايزه ايه واحنا نعمله لك. طيب شوفي ان نطلعه من السجن واضربيه. طب اخي هل انا بتبلى عليه؟ يعني منين انا بتبلى ومنين انتوا عايزيني؟ لو قلت هتقولي نجمه من السما هتجيبوها مقابل ان انا اخرج ابنكم. هل في اي جهه رسميه وقفت معاكي او كان في تواصل بينها وبينك زي المجلس القومي للمراه مثلا؟ بصي هي اكتر حد ساعدني كانت، غير طبعا بخلاف استاذ طارق العوضي واستاذ هيثم عمر، كان مبادره صوت المراه نهى عبد الوهاب، ان هي دي مبادره معموله لانس. فلقيتهم اتفاجئت ان هم عاملين لي هاشتاج علشان يبقى في تضامن ودعم نفسي كمان. حصل اي حاجه بعد الحكم؟ لا انا بعد قبل نطق الحكم كنت طبعا مشيت من المحكمه، ان انا مشيت قبل النطق عشان ما مش ضامنه ايه اللي هيحصل، لانها اخت تعرضت لي قبل الجلسه ما تبدا. انت عامله ليهم كلهم عدم تعرض؟ هو انا ساعه ما عملت البلاغ اللي عملت ساعه ان مامتي واختي هي اللي جت، بس نبهت وانا بعمل البلاغ ان انا عايزه البلاغ يبقى شامل اسرتي كلها وفي نفس الوقت شامل اسرتهم كلهم. اسرته كلها جوه كمان. بالظبط. عموما هند مبروك ان انت خدتي حقك، ومبروك ان انت شخصيه قويه وفرحانين بيكي. انت بني ادمه ما همكيش اي حاجه، عايزه تاخدي حقك، انت تعرضتي للاذى وحبيتي تاخدي حقك. بجد الف مبروك، والف مبروك وشكرا للقضاء المصري. بنشكرك قوي يا هند.
نروح تاني لأخبارنا، وفي عشرات من الشكاوى من سكان شارع السماحي بالنسخة الجديدة بسبب المقاهي اللي انتشرت بشكل عشوائي في الشارع، وأدت إلى إشغال الأرصفة، وتضرر سكان الشارع من التلوث السمعي والبصري وإشغال أماكن انتظار السيارات اللي طبعا سيطر عليها رواد تلك المقاهي، لدرجة أن في مرة انفجرت أنبوبة بوتاجاز بإحدى المقاهي اللي تسببت في ذعر الأهالي. طبعا بيبقى صعب جدا ان من عربيه مطافي توصل او اي حاجه. معانا على التليفون احد اهالي النسخه الجديده رفض الافصاح عن اسمه. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. المقاهي انتشرت فجاه فارع ولا على مدار سنوات؟ والله هي على مدار سنوات واحنا بنعاني. ابتدت الاول بقهوتين على النصر. اه. وبعد كده يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كان في فرن قفل وفتح مكانه قهوه دلوقتي. يعني واضح ان هم طبعا مكاسبهم كتيره جدا، ودي حاجه مخلياهم مش مهتمين باي حاجه. يعني الرصيف حضرتك مفيش حد بيعرف يمشي عليه، طبعا كله ترابيزات وقهاوي، وبعدين الشارع ضيق، الشارع مش واسع. طبعا ازعاج من العربيات، الشباب اللي سهرانين لحد الفجر والصوت وكله الدخان بتاع المعسل. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا عايشين في كابوس في الشارع ده بسبب اللي حصل من كذا شهر في قهوه. وانفجار شديد جدا، احنا قلنا ده في مصيبه، وبعدين صح ان هي انبوبه غاز. الصوره قدامنا فعلا اهي، ده واضح انه انفجار قوي جدا لانه واخده دورين تقريبا. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني سكان العماره كانوا في حاله ذعر عامله ازاي. طبعا المطافي طبعا عشان توصل للمنطقه دي كانت صعبه بالازدحام ده، طبعا هتبقى صعبه جدا. طب اول حاجه بتتبادر لذهن اي مشاهد دلوقتي انه هيسال، هل تواصلتوا مع الحي؟ هل اشتكيتوا في الحي؟ هل اشتكيتوا لقسم البوليس؟ والله الشكاوي يعني بالهبل في الحي، وللاسف الحي بيستجيب، يقفل القهاوي تقعد يوم او يومين بالكثير وتفتح تاني كان ما فيش اي حاجه. احنا عايزين حل جذر، احنا فعلا عايشين في كابوس. يعني طبعا احنا بنناشد المسؤولين، حرام حرام اللي بيحصل. ما هو هي الفكره في ان احنا نسال، هي بتتقفل على اساس ايه وبترجع تتفتح تاني على اساس ايه؟ كون ان انا يجي لي قرار بالغلق يبقى اذا انا ماشي حاجه مش قانوني او مفيش تصريح، والا ما كانش قفلها لي. منين بقى هو بيتقفل ومنين بترجع تاني؟ ما هي النقطه ازاي بتتفتح تاني، هي دي النقطه. يعني هم طبعا بيجوا على طول بيقفلوا لان طبعا هم اكيد يعني مفيش قهوه تحط كراسي وترابيزات، والله كانت بتوصل للشارع نفسه. يعني مفيش حد من الجيران او من الشارع يكون محامي ويقدر يقول لكم ايه التصرف القانوني اللي ممكن يتخذ في هذه الحاله؟ انا مش عارف والله، يعني النواحي القانونيه دي هم بيظبطوها ازاي؟ يعني برضه الناس دي مش سهله يعني. عموما انا رايي ان انتوا تشوفوا حد من الجيران وتحاولوا تتواصلوا معاه، وتشوفوا برضه هو يحاول ان هو يتكلم على المسؤولين ويشوف الحل القانوني ايه للموضوع. واحنا بنرفع الامر كله للمسؤولين طبعا. يعني اما بيوصل ان الحي يوصل ويقفل القهوه ده معناه ايه؟ هي مش محتاجه قضيه، ما هو معناه ان هو ده مخالف، ليه يفتح تاني؟ ما هو اوكي، ما هو ليه يفتح تاني دي اللي لازم يتكلم فيها محامي، يشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل عشان يفتحوها تاني. عموما احنا بنشكر حضرتك ونتمنى ان يكون في حد من المسؤولين سمعنا دلوقتي ويحاول يشوف ايه الموضوع. طيب النهارده فوجئ المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق العمرانيه والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اثناء وصولهما لافتتاح 100 وحده سكنيه جديده بمنطقه بني سليمان الشرقيه بمدينه بني سويف الجديده باستقباله الزغاريد من قبل الاهالي. تقرير ياسر عبد المقصود، ونرجع مره ثانيه بعد الفاصل. هنا في 11000 وحده على مستوى المحافظه تقريبا، نصهم في بني سويف الجديده والنص الثاني في بقيه المراكز، ويمكن الحمد لله النهارده بنسلم هذا العدد في مدينه بني سويف الجديده. وزي ما اصبح هذا المشروع علامه مميزه في كل حته في مصر، بنبقى المنطقه منطقه متكامله فيها كل الخدمات، الوحدات معموله 3 اوض وصاله، فالحمد لله النهارده كنا بنسلم عدد كبير من هذه الوحدات. انا متجوزه ليا حوالي 10 سنين وساكنه ايجار،
فالحمد لله يعني ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله لحد ما كويسه كتير، وغير الشقق اللي قبل كده، غير الشقق القديمه اللي انا شفتها اتسلمت. اللي انا عينته وقت المعاينه سيراميك، الشقه كلها متشطبه سيراميك، شبابيك وبلكونات الوميتال، يعني التشطيب الحمد لله كويس. متجوز ومخلف، وادينا مثلا من قبل ما اتجوز كنت بدور على شقه، بس والحمد لله ربنا كرمنا في المشروع ده في الاسكان وفزت بشقه. يعني هي الشقه جميله بصراحه، فكره عيننا دي احنا مأجرين اصلا وما كانش في توقع عيننا هتيجي. يعني 3 اوض والصاله والمطبخ والحمام وفيها منوار، يعني هي حلوه بصراحه، فكره حلوه للشباب. النهارده شهد المهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعه الاحتفاليه التي نظمها جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر لتخريج دفعه مدربين لبرنامج ابدا وحسن مشروعك، واطلاق مبادره تدريب 10,000 رائد ورائده اعمال. تقرير الزميله ساره الكامل، ونرجع لكم مره ثانيه. ما فيش تعيين في الحكومة دلوقتي، الفكر لازم يتغير. ازاي ما نكتشفيش بالمرتب بتاعنا والوظيفة ونفضل قاعدين كده؟ المهم ازاي نبتدي نفكر. الناس كلها اللي كبروا، الشركات الكبيرة اتولدت من افكار صغيرة، من مشاريع صغيرة، كان في مثابرة، كان في مساعدة، كبرت بس مشاريع صغيره متوسطه وكبيره. احنا النهارده بنساعد بالتدريب، بنساعد بالمكان، بنساعد بالتمويل، كل ادوات موجوده عشان نقدر نساعد الشباب ان هم يكبروا ويفتحوا شغلهم لهم. احنا النهارده عاملين احتفاليه بانتهاء المرحله الاولى من برنامج ابدا وحسن مشروعات. البرنامج ده عباره عن حقيبه تدريبيه دوليه عملها منظمه العمل الدوليه في اكتر من 100 دوله. احنا عربنا الحقيبه دي وعملنا لها موائمه للوضع المصري، وتم تدريب مجموعه من المدربين بالشراكه مع الصندوق الاجتماعي سابقا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه حاليا. دربنا عدد كبير من المدربين، حوالي 60 مدرب قدروا يدربوا 2000 شاب وفتاة. وصلنا ل 36% من الولاد دول قدروا يبتدوا المشروعات بتاعتهم خلال المرحلة الأولى. الخدمات دي بنقدمها للشباب اللي هو بيتجاوز سن 21 عام لغاية 50 عام، إن هو يريد في إقامة مشروع وممكن يكون مش عارف فكرة المشروع، مش عارف يدير المشروع. عندنا 4 برامج تدريبية كويسة جدا، تتراوح مدادها كل برنامج، في برامج 54 ساعة 5 أيام، وفي برامج لا تتجاوز اليومين. إن هو لما بيحصل على هذه الدورة بتؤهله بعد كده لإقامة مشروع. ورجعنا لكم مرة تانية، وآخر أخبارنا في الفقرة الأولى، الدكتور جاب الجاد نصار يغادر موقعه كرئيس لجامعة القاهرة بعد 4 سنوات أنجز فيها الكثير من المهام وخاض معارك كثيرة منذ توليه المسؤولية. تعالوا نشوف مع بعض تقرير داليا أبو عميرة، ونرجع تاني فقرات 90 دقيقة مستمرة معاكم. هو رجل من طراز مختلف، خاض الكثير من المعارك على كافة الجبهات، وعلى مدار 4 سنوات هي فترة توليه رئاسة جامعة القاهرة من 2013 وحتى الآن لم يهدأ الرجل. يخرج من معركة ليدخل أخرى في فترة ربما هي الأصعب والأدق في تاريخ مصر. وجامعة القاهرة بالطبع ليست بعيدة عن الصراعات السياسية. الدكتور جابر جاد نصار المنتهية ولايته في أغسطس 2017 أعلن على صفحته الشخصية على فيسبوك أنه سيغادر الجامعة بعد أن أكمل مدته وأتم مهمته بحسب تعبيره. 4 سنوات
أقر فيها الرجل عدد كبير من القرارات الحاسمة، فقد ألغى خانة الديانة من كرنيهات الطلبة، وأنشأ وحدة لمناهضة التحرش داخل جامعة القاهرة، وهدم كل الزوايا الصغيرة في الجامعة، وبنى مسجد واحد كبير جداً. وفي عهده دخلت جامعة القاهرة التصنيف الدولي للجامعات، وربما هو رئيس الجامعة الأكثر عصرية، فنراه يخوض ماراثون جري بين الطلاب ويتواصل معهم على السوشيال ميديا. دكتور جابر جاد نصار هو أستاذ للقانون الدستوري، وتشير التقارير الصحفية إلى احتمالية رجوعه للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على أن يتسلم رئاسة الجامعة مؤقتاً دكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة الحالي، كما أن هناك ثلاثة أساتذة يتنافسون على هذا الكرسي الهام والمؤثر، رئيس جامعة القاهرة.